لو حضرتك من الناس اللي بتشتكي من الم وتيبس بالركبه اول ما تصحى من النوم، او لو جلست مده طويله وبدات تتحرك مع سخونه حوالين الركبه وورم خفيف بالركبه مع صعوبه في طلوع ونزول السلالم ومش بتعرف تسجد في الصلاه، دايما ركبتك بتطرقع بتفرقع او بتخروش او بتعمل صوت وانت بتتنيها او بتحركها، فاكيد عندك خشونه في الركبه. واكيد بتسال هل المشي ممكن يعالج خشونه الركبه؟ وايه اهميه المشي؟ وايه هي الطريقه السليمه والصحيحه في المشي للمرضى اللي عندهم خشونة بالركبة؟ وده اللي هنجاوب عليه في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والقدم السكري في طنطا. عرفنا من خلال مقدمة الفيديو الأعراض اللي ممكن يشتكي منها المريض أو المرضى اللي عندهم خشونة بالركبة، لكن الأعراض دي بتختلف من مريض للتاني، من أعراض بسيطة لأعراض شديدة غير محتملة، وده بيعتمد على حاجات كتير جدا. أول حاجة درجة خشونة الركبة، هل درجة الخشونة دي بسيطة ولا متوسطة ولا شديدة أو شديدة جدا؟ لأن احنا عندنا خشونة الركبة 4 درجات، بسيطة لغاية شديدة جدا. كمان بيعتمد على وزن المريض، هل وزن المريض أكتر من اللازم ومع مجهوده ونشاطه اليومي، يعني بيعمل مجهود ونشاط يومي أكتر من اللازم كل يوم، وكمان على الحالة الصحية للمريض، هل عنده مشاكل صحية تانية زي مثلا هل المريض مصاب بضغط أو عنده ضغط سكر، عنده هشاشة في العظام، عنده مشاكل في الغدة الدرقية، عنده مشاكل في الكلى. كمان بيعتمد على بنيان المريض والكتلة العضلية، وهل المريض كان بيمارس رياضة من قبل ما يكون عنده خشونة ولا لا. هنجاوب دلوقتي على الأسئلة الثلاثة اللي المريض أو كل مريض عنده خشونة بيسألها خاصة بالمشي. أول حاجة، هل المشي بيعالج خشونة الركبة ولا لا؟ الإجابة طبعا لا، المشي مش بيعالج خشونة الركبة، لكن المشي مفيد ومهم جدا لمرضى خشونة الركبة، وهنشوف دلوقتي أهمية المشي. طيب إيه فايدة المشي أو أهمية المشي لمرضى خشونة الركبة؟ إنه بيحسن الدورة الدموية للركبة فيقلل التورم ويقلل الالتهابات ويقلل الألم. المشي بيقوي العضلات اللي حوالين الركبة فيقلل الضغط والحمل على الركبة ويقلل تدهور الخشونة. المشي بيلين ويسهل حركة الركبة لأنه بيلين الأوتار والأربطة والعضلات اللي حوالين الركبة. المشي بيساعد في تكوين السائل الزلالي اللي جوه الركبة فيلين الركبة ويقلل الالتهابات ويقلل الألم ويقلل التيبس. طيب بعد ما عرفنا أهمية المشي لمرضى خشونة الركبة، إيه الطريقة الصحيحة والنصائح المهمة كمريض خشونة في الركبة لازم تلتزم بيها قبل ما تبدأ المشي؟ هقولك على شوية نصائح مهمة جدا لو كنت مريض خشونة وعايز تبدأ تمشي. اول حاجه لازم تستشير الدكتور بتاعك علشان يقول لك المشي هيفيدك ولا هيضرك، خصوصا لو وزنك زايد او الخشونه اللي عندك شديده جدا. تاني حاجه، قبل ما تمشي لازم تعمل شويه تسخين او احماء، يعني شويه تمارين خفيفه وانت جالس او نايم مع كمادات ميه دافيه على الركبه على الاقل ربع ساعه. تالت حاجه، لازم تلبس احذيه رياضيه تحمي رجلك وركبتك زي الاحذيه الرياضيه المخصصه للمشي زي الاديداس والنايك والريبوك والبوما واللوتو، وبلاش تمشي في احذيه طريه او فلات او كعب عالي او احذيه مش مخصصه للمشي. رابع حاجه، لازم تمشي في ارض مستويه مش ترابيه او رمليه، يعني في ممشى او طريق ممهد علشان ما يكونش فيه ضغط وحمل زايد على الركبه. خامس حاجه، بلاش تمشي على سير كهربائي لان السير الكهربائي المشي عليه ما فيهوش امتصاص لصدمات الجسم وبالتالي الضغط بيكون زايد على الركبه. سادس حاجة، ممكن تلبس مشد يحمي ركبتك وانت ماشي ويمسكها ويكون من النوع المفتوح من الامام على الصابون علشان ما يضغطش على الصابون، وكمان يكون بلاصق علشان تقدر تتحكم في وسعه وضيقه. سابع حاجة، ابدأ امشي خفيف ولمدة 10 دقايق وكل يوم زود شوية بشوية. دي اهم النصايح واهم 7 تعليمات مفيدة جدا لو انت عايز تمشي وعندك خشونة بالركبة. لو عندك سؤال بخصوص الموضوع اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو وانا هرد عليه. لو حابب نبعت لك فيديو مجاني لأهم التمارين اللي بتعالج خشونة الركبة فعالية وانت في البيت بدل ما تروح تعمل علاج طبيعي، ارسل رقم 7 للواتساب 002-0155-686-926 وهنبعت لك التمارين. بنتمنى ليكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والقدم السكري بطنطا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.